يعني هي زي ما حضرتك بتقول، ويمكن حضرتك مدير فني كمان كبير وعارف ان دايما بيبقى الدور الثاني بيبقى اصعب كتير جدا، لان كل واحد عايز يجمع النقط اللي ما لحقش، فبيبدا بالزبط. الدنيا اللي بيبقى عصبي، مجلس الاداره بيبقى عصبي، لو نادي جماهيري بيبقى فيه ضغوط كبيره جدا. فعايز اخد راي حضرتك، لو جبنا تصنيف، حضرتك قلت تصنيف من وجهه او من الناحيه الفنيه، شايف اديني كده تصنيف، تقول لي اول يعني اول 5 لاعبين كانوا سوبر او احسن 5 لاعبين في الدوري المصري 19 20. يعني عارف، انا بقالي سنتين يعني عايز احط ايدي كده على على يعني مع الاسف، لكن طبعا الشناوي، محمد الشناوي انا بعتبره هو رجل الموسم واحسن لعيب السنه في دي في الدوري، والموسم الماضي كمان، يعني الموسم الماضي والموسم ده استكمالا ليه، ويعني الثلاث خطوط الباقيين يعني عارف بنبدا نحسس كده يعني المستويات متقاربه جدا، ما فيش حد فارق قوي يعني يعني شايف يمكن علي معلول، علي معلول من ضمن الحاجات برضك اللي عملت طفره بشكل كبير جدا السنه دي مع النادي الاهلي. يعني مصطفى محمد في الزمالك كفرود واعد، احنا برضك المكان ده يمكن يعني بلغه كوره يعني بقى شاحح قوي عندنا، مش نقص. مش نتمنى طبعا يظهر لنا اكتر من عنصر. يعني عايزين حاجه مثلا زي عبد الله السعيد، زي وليد سليمان، نرجع تاني يبقى عندنا بلي ميكر على اعلى مستوى. طب كابتن صحيح بسبب الغيابات المؤثرة في الدوري الموسم ده، ويمكن التقرير حتى يعني ذكر النهاردة موسيماني اضطر انه يلعب بحمدي فتحي في قلب الدفاع، وعايزة حضرتك تقيمني التجربة دي، هل تألق في المركز ده حمدي فتحي اضطر انه يلعب بيه اكتر من مرة في اكتر من مباراة، وهو عشان عنده ادوار دفاعية وهو قريب من الخط ده، فلما برجعه ورا شوية بيقوم بنفس الدور، لكن يعني المكان ده بيبقى يعني عايز تركيز اكتر.